متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. اليوم هو ثلاثاء، إذن هو موعد لقائنا الأسبوعي المعتاد وسلسلتنا حصاد الأسبوع، حيث سنعرض لكم ملخص الأسبوع وأهم وأبرز الأحداث، ومنها تهديد رسمي باستبعاد يوفنتوس من الكالتشيو. الويفا يعاقب الفرق التسع المنسحبة من دوري السوبر. بوغبا وحبيب في طليعة مناصري القدس. روبن يذرف الدموع. نيمار يعصف بأمال جماهير برشلونة، وهازارد يستفز جماهير الريال، والمزيد فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. دوري الأبطال، البداية مع جولة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل مانشستر سيتي لنهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين نظيفين، علما بأنه كان قد فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب ليقابل بذلك تشيلسي في النهائي، حيث تأهل الأخير من نصف نهائي الثاني بعد تخطيه سيد البطولة ريال مدريد بالفوز عليه إيابا بهدفين نظيفين بعد أن انتهت مباراته الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، ليصبح توماس توخيل مدرب البلوز هو أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى نهائي البطولة مع فريقين مختلفين في موسمين متتاليين، كما أصبح هو المدرب الوحيد الذي واجه زيدان أكثر من خمس مرات وتجنب الهزيمة أمامه. الجدير بالذكر أيضا أن هذه هي المرة الأولى التي يصل خلالها نجمان عربيان إلى النهائي في مواجهة بعضهما البعض، والحديث عن رياض محرز وحكيم زياش، وبذلك سنشاهد حتما نجما عربيا يحمل لقب البطولة هذا العام. وبذكر المباراة النهائية، فتشير التقارير إلى أن الويفا يدرس نقلها من ملعب إسطنبول إلى لندن على ملعب ويمبلي، وذلك بسبب تفشي الجائحة الحالية في تركيا وحظر بريطانيا السفر إليها. أضف إلى ما سبق مفارقة مثيرة للغاية تتعلق بتشيلسي الذي أصبح هو أول فريق يبلغ نهائي دوري الأبطال ذكورا وإناثا في نفس الموسم بعد تأهل الفريق النسائي للبلوز لملاقاة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات. الدوري الأوروبي، ومن دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي، حيث شهدت جولة الإياب لنصف نهائي تأهل مانشستر يونايتد للنهائي رغم خسارته من روما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين. وفي المباراة الثانية تأهل فياريال على حساب أرسنال بعد التعادل سلبا مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبذلك يكون أوناي إيمري مدرب الغواصات الصفراء قد تأهل إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي مدرب آخر، فيما يملك فرصة تحقيق لقبه الرابع، وهو أيضا رقم قياسي علما أنه سبق وأنقاد إشبيليا للتتويج باللقب ثلاث مرات متتالية. مورينيو مدربا لروما، محطة جديدة في مسيرة البرتغالي جوزي مورينيو التدريبية بعد إقالته من تدريب توتنهام قبل أسابيع قليلة، حيث أعلن نادي روما تعيين سبيشل وان مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي سيغادر منصبه بنهاية الموسم الحالي. وسيمتد عقد مورينيو مع الذئاب لثلاث سنوات قادمة بحسب ما ورد في عدة تقارير، ليكون نادي العاصمة الإيطالية هو المحطة التاسعة في مشوار مورينيو التدريبي، كما أنها المرة الثانية التي سيتواجد بها المدرب المثير للجدل في إيطاليا، حيث سبق وأن خاض هناك تجربة تدريبية هي الأنجح في مسيرته مع إنتر ميلان بين 2008 و2010 وقاده للتتويج بالثلاثية التاريخية عام 2010. البايرن بطلا للبوندسليغا، توج بايرن ميونخ رسميا بلقب الدوري الألماني خلال الموسم الحالي للمرة التاسعة تواليا والحادية والثلاثين في تاريخه، وذلك قبل جولتين من انتهاء المسابقة، ليعادل بذلك التتويج إنجاز يوفنتوس الذي توج بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات متتالية كأول فريق يحقق ذلك بين فرق الدوريات الخمس الكبرى، حيث يهيمن بايرن على لقب الدوري في ألمانيا منذ موسم 2012-2013، وبإضافة لقب هذا
الموسم يكون الفريق قد وصل إلى 9 ألقاب متتالية من البوندسليغا. وجاء التتويج العملاق البافاري هذا الموسم بعد خسارة لايبزيغ أمام بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة 32، بينما فاز على بروسيا مونشنغلادباخ بستة أهداف نظيفة. جائزة جديدة لمحمد صلاح. لا يتوقف الفرعون المصري عن إضافة الجوائز إلى خزائنه، حيث توج مهاجم ليفربول بجائزة لوريوس سبورت للإلهام الرياضي لعام 2021، بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عاماً. كما ساعد أيضاً في مشاريع التجديد في مسقط رأسه، وتبرع بالمال لبناء مدرسة ومستشفى ووحدة إسعاف، ليصبح صلاح بذلك هو أول رياضي أفريقي عربي في التاريخ يفوز بالجائزة، كما يعد ثالث لاعب في العالم يفوز بها بعد ميسي بالعام الماضي والظاهرة رونالدو عام 2003. وكانت هذه الجائزة قد أنشئت عام 99 لتمنح للرياضيين على إنجازاتهم الرياضية ومساهماتهم المختلفة على مدار العام. ويعد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر هو الأكثر تتويجا بها بعدد 6 مرات. هازارد يستفز ريال مدريد. بعد خروج ريال مدريد أمام تشيلسي من دوري أبطال أوروبا، أثار البلجيكي إيدن هازارد غضب وحفيظة جماهير النادي الملكي بعدما التقطته الكاميرات يمزح ويتبادل الضحكات مع كورت زوما وبعضا من زملائه السابقين بصفوف البلوز، وهي اللقطة التي لاقت رواجا كبيرا ومعها انتقادات لاذعة للاعب، حيث طلبت الجماهير برحيله وبعضهم دشن حملة إلكترونية لتحقيق ذلك، بينما سخرت منه صحف المدريد وتحدثت عن ضرورة رحيله عن سانتياغو برنابيو قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لزملائه ثم لجماهير الريال عبر حسابه بإنستغرام، عندما كتب: لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم، ولم يكن في نية الإساءة لجماهير ريال مدريد، لطالما كان حلمي أن ألعب لريال مدريد، وقد جئت إلى هنا للفوز. الموسم لم ينتهي وعلينا الآن أن نكافح من أجل الليغا. هلا مدريد. نيمار يجدد لباريس. وسط أخبار وتقارير عدة كانت تتحدث عن انتقال محتمل له إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، فاجأ النجم البرازيلي الجميع مؤخرا بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة 4 سنوات حتى صيف 2025، وبراتب سنوي يقدر ب 30 مليون يورو بعد خصم الضرائب بالإضافة لبعض الحوافز. كما سيتضمن العقد مكافأة ضخمة للاعب حال التتويج بدوري أبطال أوروبا. وكان نيمار في مفاوضات متقدمة مع سان جيرمان من أجل التجديد قبل وقت قريب، لكن صحيفة ليكيبا أكدت أن اللاعب أوقف كل ذلك بعد أن علم بتحرك برشلونة لضمه قبل أن يدحض البرازيلي كل التكهنات ويقوم بتمديد فترة تواجده في حديقة الأمراء. روبن يتألق ويذرف الدموع. النجم الهولندي المخضرم قاد غرونينغن لتحقيق فوز كاسح برباعية على نادي إيمن ضمن منافسات الدوري الهولندي، حيث صنع هدفين وخطف الأنظار بتألقه في المباراة التي كانت هي الأولى له كأساسي منذ 6 أشهر حين تعرض للإصابة. وعقب انتهاء اللقاء حصل روبن على جائزة رجل المباراة، وأمام الإشادات بمستواه بعد كل تلك الفترة من الغياب لم يستطع روبن تملك نفسه ليذرف الدموع ويبكي بشدة أمام الكاميرا. بوغبا يدعو من أجل فلسطين. حرص النجم الفرنسي المسلم على أن يكون في طليعة نجوم الرياضة الذين دعموا الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولات لتهجير بعض السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس. ونشر لاعب وسط مانشستر يونايتد صورة له عبر حسابه بإنستغرام مدينا الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال، وكتب: العالم يحتاج للسلام والحب، سيحل العيد قريبا فدعونا نحب بعض البعض. وأضاف في هاشتاج: نصلي من أجل فلسطين. وأنضاف لبوغبا نجوم مسلمون في رياضات مختلفة نددوا على حساباتهم الاجتماعية بجرائم الاحتلال، كبطل مستر أولمبيا المصري بيغرامي وبطل الأم أم أي حبيب نورما غوميدوف والنجم الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي والفرنسي فرانك ريبيري ونجوم آخرون. ويفا يعاقب أندية دوري السوبر.
ما زالت قضية دوري السوبر الأوروبي تلقي بظلالها على الساحة الكروية، وآخر ما حدث بهذا صدد قرار الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على الأندية التسع المنسحبة من خلال خصم 5% من الإيرادات التي تجنيها هذه الأندية من مشاركتها في البطولات القارية لمدة موسم واحد، كما تقرر إلزامها بالتبرع بنحو 15 مليون يورو لكرة القدم الشعبية والأطفال والشباب، وفي حال الانفصال مرة أخرى سيتم تغريمه 100 مليون يورو. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الأندية الثلاث التي رفضت الانسحاب من البطولة وهي ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس سيتم إحالة ملفهم على الفور إلى الهيئات التأديبية التابعة للويفا مع توقعات بفرض عقوبات قاسية بحقهم، وهو ما لم يعجب هذه الأندية التي أصدرت بيانا مشتركا دافعت فيه عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، كما انتقدوا الضغوط والتهديدات غير المقبولة للتخلي عن فكرة المشروع. وزاد الضغط على يوفنتوس بعد التهديدات الرسمية بطرده من الكالتشيو، فقد نقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا تصريحا لرئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، قال فيه إن لم يحترم يوفنتوس القواعد سيطرد، وتابع عندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في الكالتشيو في الموسم المقبل سيستبعد النادي من البطولة إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.